نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه أبرز وأعانيها. أكثر من 60 دولة و1000 مشارك في الدورة السابعة للمنتدى الدولي للتمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا يومي 11 و12 من جوان الجارية. وكالة حماية الشريط الساحلي تضع رقما أخضر للإبلاغ عن الاعتداءات على الشريط. الحماية المدنية تنتدب 2290 سباحا منقذا لهذه الصيفة. 274 شهيدا في المجزرة التي ارتكبها الجيش الصهيوني في مخيم النصيرات وسط غزة. وزلزال سياسي في أوروبا بعد تحقيق الأحزاب المنتمية إلى اليمين المتطرف مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي. أين التفاصيل؟ مستمعينا متابعينا أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، تحتضن تونس يومي 11 و12 من جوان الجاري دورة السابعة للمنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا فيتا 2024. وتركز هذه الدورة على موضوع تعزيز الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا من أجل النمو المستدام والشامل في إفريقيا. وتشارك في هذه الدورة التي تنتظم تحت إشراف رئيس الجمهورية أكثر من 60 دولة، وفق ما أعلن رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيرية. تميز هذه الدورة بحضور إفريقي وعالمي كبير جدا، أكثر من 65 دولة أكدت مشاركتها، أكثر من 1000 مشارك أجنبي، وهناك أكثر من 1000 مشارك تونسي. دورة هذه ستتميز بتخصيص جانب منها كبير لموضوع التصنيع في إفريقيا، ومحاولة أن تونس السوبوزيشن في مجال التحويل في البلدان الإفريقية ومساعدتها على تطوير صناعاتها. هناك عدد كبير من اللقاءات الجانبية، على سبيل المثال الهند والصين وكوريا الجنوبية وبولونيا والأردسي وكوديفوار، مشي نظموا خلال هذا المؤتمر فعاليات جانبية مهمة ومهمة جدا لتقديم مجال الاستثمار في البلدان هذه، وخاصة تقديم الاستراتيجية الثلاثية بين هذه البلدان وتونس وإفريقيا. كما تعرفوا مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ديما يحب الاستثمار في تونس كبوابة نحو القارة الإفريقية. أكدت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل 28 شاطئا تدريجيا بعد أن تم منع السباحة بها لأسباب بيئية وصحية. الشواطئ الغير مسموح بها السباحة هي شواطئ تعينهم وزارة الصحة بالتنسيق مع الأطراف الكل. على أكثر من 500 شواطئ فما فقط 28 اللي هما ممنوع السباحة فيهم لأسباب صحية، وإن شاء الله التظاهرة هذه نقضي عليها. وأشرفت وزيرة البيئة أمس في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة على فعالية يوم تحسيسي بشاطئ الزوارع من معتمدية نبزة من ولاية باجة، حول أهمية السلحفاة البحرية في المحافظة على التنوع البيولوجي. في شأن متصل، تضع وكالة حماية الشريط الساحلي وتهيئته هذا الأسبوع رقما أخضر على ذمة المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات التي تضر بالشريط الساحلي، وفق ما صرح به للأخبار المدير العام بالنيابة بوكالة حماية الشريط الساحلي مهدي بالحاشة. ثم مراقبة ومتابعة، والحقيقة مشكل من الأعوان تاع الوكالة معنا هون زملائنا في الحرس الوطني الخاص بالحرس البحري اللي يراقبوا معنا محتوى تراخيص وتجسيم على الميدان، وإذا كان فما مخالفات نحروا محاضر مخالفات، وتقع المراقبة تاعها وتنبيه على المستغلين والناس اللي أسندنا لهم رخص باش ما يتجاوزوش التراخيص بتاعهم، خاطر من حق المواطن يلقى فين يقعد جاد أو في الملك العام. وفما المراقبة مستمر، اللي عنده ريكلاماسيون يفضل يقولنا عليها، وإلا يكلمنا بالهاتف ولا عبر صفحة التواصل الاجتماعي. والجديد في الموضوع ده قريبا إن شاء الله الأسبوع القادم باش نضعوا خط أخضر على ذمة المواطنين، باش أي ريكلاماسيون ولا أي مشكلة يكلمونا بالوقت نبعثوا بريقات فوريا.
أعلن الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريحة أنه سيتم أحداث 276 نقطة حراسة بالشواطئ وتعيين 152 عون إشراف لحراسة الشواطئ وتوجيه السباحين المنقذين، وأضاف أنه تم تحديد الحاجيات لانتداب نحو 2290 سباحا منقذا لهذه الصيفة. وبلغ عدد الوفيات نتيجة الغرق بمختلف الشواطئ التونسية منذ الأول من ماي المنقضي وإلى غاية الخامس من جوان الحالي 10 وفيات، وتمكن أعوان الحماية المدنية خلال هذه الفترة من نجدة وإسعاف 32 شخصا. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان. في أخبارنا الوطنية أيضا، واستعدادا لعودة التونسيين بالخارج، أفاد الناطق باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري أنه تم تعزيز المعابر الحدودية بالعناصر البشرية والتجهيزات اللازمة، وقدم جملة من النصائح تتعلق بالخصوص بتوريد العملة الأجنبية وإيداعها في تونس. توريد العملة كما تعرفوا اللي هو حر، ما ثماش سقف تاع التوريد، ينجم يوردوا جميع المبالغ اللي يحبوا عليها، فقط هم مطالبين بالتصريح إذا كان يتجاوزوا ما يعادل 20,000 ديراتور يلزم يصرحوا، وإلا إذا كان المبالغ اللي باش يجيبوها باش يقوموا بإيداعها في حساب بنكي كيف كيف يلزم يصرحوا ألونتري، وإلا إذا كان كيبداو مروحين باش يرجعوا معاهم ما يعادل أكثر من 5,000 دينار تونسي كيف كيف يلزمهم يصرحوا ألونتري، والمبالغ هذه يلزم تصرفوها عند وسطاء المقبولين اللي هم يا إما البنوك يا إما البريد يا إما مكاتب الصرف اليدوي، يردوا بالكم على ما تصرفوش فلوسكم في المارشينوار، كيف كيف المبالغ اللي تجيبوها بعد ما تصرحوا بها يصرحها لمدة سفرية واحدة، معناها ما تجيبش تجيبها وتخليها في تونس وتمشي تسافر وتعاود ترجع، هذيك مخالفة. دونك المبلغ اللي صرحت به إذا كان باش تسافر يا أما ترجعه معاك يا أما تقوم بإيداعه في حساب بنكي يا أما تصرفه دينارات تونسية. تطور إجمالي المتعاونين التونسيين في الخارج ليصل إلى 25,663 متعاونا، ويحتل قطاع التعليم المركز الأول من حيث توزيع المتعاونين والخبراء ب 9,372 متعاونا، يليه قطاع الصحة وفق إحصائيات للوكالة التونسية للتعاون الفني. بلغ عدد المنتدبين من الكفاءات التونسية في الخارج في إطار التعاون الفني منذ بداية هذا العام وإلى غاية شهر أبريل الماضي 966 منتدبا، ومثلت كندا الوجهة الأولى ب 210 منتدبا، تليها ألمانيا ب 203 منتدبا، ويتوزع البقية على بلدان الخليج والبلدان الأوروبية والبلدان الإفريقية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان. في أخبار فلسطين المحتلة، ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني أمس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 274 شهيدا وحوالي 700 مصاب. ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية تدمير طائرات ومدفعية الاحتلال لأكثر من 89 منزلا مكتظا بالسكان خلال تنفيذ مجزرة النصيرات. كما صعدت حكومة الحرب الإسرائيلية من عدوانها على مدن الضفة الغربية ومخيماتها، مما أسفر عن استشهاد شابين فلسطينيين صباح اليوم، أحدهما في مخيم الفارعة بمدينة طوباس وآخر في مدينة طول كرم. سياسيا، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار معدل بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة. في غضون ذلك أعلن عضو مجلس الحرب بيني جينتز وأعضاء حزبه استقالتهم من حكومة الطوارئ، ودعا جينتز إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت، معتبرا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقب أمام تحقيق النصر الحقيقي على حد تعبيرها. وبينما تتعثر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة يتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هذا الأسبوع إسرائيل ومصر وقطر والأردن للدفع باتجاه تطبيق وقف لإطلاق النار. في شأن عالمي آخر، حقق
حققت الأحزاب المنتمية لليمين المتطرف أمس مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي المؤلفة من 720 مقعدا. ففي فرنسا قرر الرئيس الأمريكي أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية تجرى جولتها الأولى في 30 من جوان الجارية، سعيا لإعادة ترسيخ سلطته بعد خسارة فادحة تكبدها معسكره أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي. وفي ألمانيا واجه المستشار الألماني خسارة مؤلمة بعد أن سجل حزبه الديمقراطي الاجتماعي أسوأ نتيجة له على الإطلاق مقابل تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف. كما عززت رئيسة الوزراء الإيطالية مكانتها بعد فوز حزبها حزب إخوة إيطاليا بمعظم الأصوات وفقا لاستطلاعات رأي الناخبين عند الخروج من مراكز التصويت. وقدم رئيس وزراء بلجيكا استقالته بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية. ويعزو المراقبون السياسيون التحول إلى اليمين المتطرف إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والمخاوف بشأن الهجرة وتكلفة التحول الأخضر فضلا عن الحرب في أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناويننا. أكثر من 60 دولة و1000 مشارك في الدورة السابعة للمنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا يومي 11 و12 من جوان الحالي. وكالة حماية الشريط الساحلي تضع رقما أخضر للإبلاغ عن الاعتداءات على الشريط. الحماية المدنية تنتدب 2290 سباحا منقذا لهذه الصيفة. 274 شهيدا في المجزرة التي ارتكبها الجيش الصهيوني في مخيم النصيرات وسط غزة. وزلزال سياسي في أوروبا بعد تحقيق الأحزاب المنتمية إلى اليمين المتطرف مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي. إلى اللقاء مع أجمل تحية كوثر عرقوبي.